غيراني وغلط عمري السلام عليكم كاتبكم شيخ فانش تمام جديدكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ فتلة في التيك توك. يب يا عيال الحمد لله خلصت اختبارات الاسبوع الجاي عندي اجازة بكعب فيها في الشغل بعدها برجع للدوام. انا اطلق شيء عندي اني بس ارجع للدوام والله العظيم. فهذا تسولك اشتراك وسويت بجيت على صندوق غوص تابعوني عليها كامل تابعوني على سناب بعد وصلنا على النبي سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم وليتس جو نبدأ المقطع. جننت قلبي بحب يلوي ذناوي وما ليه سيارة هاي كلها على الكب عادي تنظف. ايه لا شو شو تعي 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 حبيب انا ليه كنت خايف منه؟ انا اصلا غيت مروان كنت ما اطيقه ايام كان يسوي فلوقات اخرى تزوج سارة الورع اسمه يضحك سارة الوضع الوضع وشي سارة الورع حتجيكم غنوات عائلية حتخليكم تراجع تني شوف شوف والله يا عيال الادمي جاك والله هو ده مش انه ده اخوان هذا حسابي الرسمي ومحبه الناس نعمه يا اخوي انت اللي تسوي تفاهات في التيك توك يا عمي ايش تفاهات هذا رزقي رزقي تسوي حركات كذا لا تحسدني في رزقي كوميديا يعني الله يرحمه بس كود خصم 20% اي والله واحد تسوي لك حركه بالغلط وينشهر عليها ويشقى الام ام امك فيها والله الموضوع كان في بالي بس نسيت ايش فيك يما ام جدعان انا ما تصير معي لانه عندنا اخوات اكس فوكس كيوزني بنسافر اخيرا ما تطورنا بنسافر كيف لك حطيت مسخره اكيد لازم تصير مسخره اللي انت حاطها اسمها مسكره واي ناريل مين اي ناريل اي ناريل حطيت ارل ناريل 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 كل جاي بس من فين جبتيهم من فرنسي من فين فرنسي احا اوبي هل هذه يقولون طلعت في قناه اكبر قناه عربيه للاطفال 100 بنغالي ايوه ما شاء الله وانت باكستاني لا لا كلهم 100 بس ايه ولا شيء والله رخيص تدري والله طول عجيب يلا يلا حولنا يلا يلا وصلنا الساعه امشي اصبر داني داني خصم وشو والله صدق وش خصم جاني خصم يقول شراء انا مغلب دي ما عندي صدقها ابدا يا عيل مرة أحب ذا دخل علينا شتاء وأكلنا هوا وفوائد الغش أكثر من فوائد المذاكرة طب ما إيش فوائد الغش؟ الغش قلت لكم في فيديو سابق الغش يقوي النظر فوائد الغش يقوي النظر الغش يقوي النظر تشوف الطالب اللي يغش هو جالس في الماسة الذي في الأخير يشوف للماسة الذي في الأول يشوف للفصل الثاني يخترق الجدر يخترق ليزر يعني يشوف ها خلف الأشعة أي شيء اسمه حق الناظر الأشعة الصفراء أو الذي يفسد تحت الحمراء يعني يقوى النظر يشوف إيش بيكتب الذي في بتقوى السمع برضه مرة ها إيش قلت ها خلاص ويسمع خلاص يصير يفهم من أول مرة بس أول مرة ينكي بعدين خلاص خبرة
راعي الكاميرا قفله واخذ عدس بشير المشي. مره شطفته وكنت فاتح قزاز يجيني بالقمش. عاد التفت الشياب يو كلها سعابيل. يا لكم المتعه هذه الولاعه للشموع، لان انا في غرفه نومي وانا انسانه احب الشموع، حتى لو احب اشياء ثانيه ما لكم دخل. اهم شيء انا ما طلعت لكم هي، لا تدوروا في الزوايا وفوق وتحت ويمين ويسار. يا الله يقربكم. انا يا شباب مره كنت داخل بث اوكي، وكان بين ولد وبنت، فانا طلع لي البنت ما طلع لي الولد، فدخلت قاعد اتفرج على البث. كان في جوله البنت كانت خسرانه فيها، انا كنت اقدر انجح الجوله اوكي، كنت اقدر افوز الجوله. بديت ادعم سوت قاعد تشيش، سكبت امه ورحت للرجال خليت يفوز عليها طرق. اقسم بالله اكثر شيء اكره في الحياه البنت اللي تدخن او تاركل. يا الله ايش قدني اكرهها، اكره كره مو طبيعي. خلاص يا عمي سيبك منه، ده ودرك غاي علي الحلال من دينا، ده بصدع بيك والله. انت بتجيب اخرك وبتضرب. مصري ولا مش مصري ولا سعودي ولا كويتي؟ انا حته ضايعه بين الوطن العربي يا ريس. يا عم تنور الوطن، كل يوم بحصل نفسي المكان. دلوقتي انا في الكويت، بكره هروح مصر. شوف قاعد بيصور حبيبي يا ريس، فكرني ان انا شارب عدس. لا بس بقول لك يا مكان، انا اساسا من الخرطوم يا عم. عديل قبل بس ما انت عدي الخرطوم تبقى على الجزيره تحصلني عديل. يعني انت في النص. اه ولا رايح هنا ولا بس والله يا ابن عمي قدني قزح لك من الكلام. لا كلام عربي ما تجي لك. اللي انت بتقوله ده يا عم كلام عرب. طيب يابا تتحكى لك عراقي هسه ما تفهم علي. يا ورقه دخل اللغات كلها ببعضيها. ما انا قلت رهيب شفت المقطع من قبل، رهيب مره. انا احب اللي يقلد لهجات، انا اعرف لهجات كثير بس ممكن تكلمتها فجاه تطلع امازيغيه شلون ما ادري. طبعا تحيات الامازيغي. العصر تكون مساعده مجموعه درجات 1000 هذا تاريخ، هذا مية درجه المعدل 32 راس ما احلاه يطلع ناجح اصلا. 31 هذه مستحيل دخل السجن، يود حتى فوق الاسعاف ما يحطونه، هذا كفر للاسعاف ما يحطونه، واخر شيء يبي يدخل عسكريه. يا ول انت حدك اداه يتدربون فيها. 91 يا ظالم، وال 32 انا خايف لا اتمسخر بكره شهادتي تطلع، انا ما ادري كم. اذا طلعت بحط لكم اياها ان شاء الله. قلت لابويا وشرت علي اديني 110 جنيه ويجيب لك تشتعلي وحبيب اخف والجنود وانا عايزه وبروح حصير علي وحبيبي رش الورد علي يا مانع. شوف هذه الغنية مرة حفا أمي كانت تسمعني إياها أولي فحفظتها، الحين قاعد أقطش. مامي what's that smell؟ شوف البنت مستغربة. يو أنا أولي كنت كذي، يب كنت أتسطر، بعدين كبرت جم إخواني صاروا زيي تسطروا، كنا كذي تربينا. أنك تسوي غلط تتربى عليه حرفيا. يلا يا طلاب كل واحد يجهز الواجب حقه، اليوم في تصحيح. محمد حليت الواجب؟ حليت الواجب؟ ايه صح. كيف احمد معه تفاح؟ تكفى عطني بحله. احمد معه حبيبي كاتب برجل كذا. والله اني كتبت بيدي يعني بليسك وش مالخ؟ اذا واجب كاتبنا كتبه بدون ما اعطيك اياه بس يا اخي ابغاك يا اخي قل لي تخطي وخلاص. خطي بسرعه قل لي تخطي قبل يجي احمد. بصحح لك قبل تمشي. بس يا استاذ ليكون محلت الواجب. لا يا استاذ هذا حليت. شوف اقرا اقرا. اخذ شيء اقرا، هذا كاتب متوسط في الثانوي يقول لك اشرح السؤال اللي كاتب في الرياضيات. يا الله يا عيال حرفيا هنا يسكر مخك كامل، حتى لو انت حلها صح ما ناسخها. بس والله العظيم والله مدرسي صراحه ما قصر، اقسم بالله ما قصر، وهذا شيء ترى مره يساعد الطلاب. انا اكره لحد الان اكره، انا لحد الان قاعد ادرس في 8 شهور باقي انا ما خلصت، بس انا مع المدرسين اللي يقول لك اشرح وقم حل عشان تفهم حرفيا. لو سمحت اخوي. هلا حياك الله، كيف الحال؟ طيب عندكم صندويش بيض بالجبن؟
بشرطه ولا بدون؟ لا بدون شرطه. بدون شرطه. انا تاثر علي الشرطه تجيب لي حرقان. انت تدري ان هذا من ارقى المطاعم في العالم؟ اوكي. وهذا مطعم جدا محترم. طيب انا قايل قايل عدد. يا عيال انا هذا المقطع شفته مليون مره ومن شهر قبل من قبل. كل مره يعجبني ذا الموظف ودي اروح هناك صراحه. والله غالي يا عيال، مبين يعني من اللي جالسين هذا غالي. شوف ذا اذي تناظر. With Arabic people and like I really am mad at y'all. يا عيال هذا معصب منا ما ادري ليش. Let me get something straight. Y'all speak probably the second hardest language in the entire world. The second hardest language in the entire world, right? And y'all want to speak fucking English? Bro, I'm telling y'all right now, if I was fluent in Arabic, I'm not wasting my fucking time speaking English, dog. Yo, what are y'all doing speaking English? English sounds fucking disgusting. Do you hear the words coming out of my mouth? I'm surprised you haven't vomited yet. This shit is... Yeah, I always think of this question. يا أخي بحكم إنه حنا عندنا يعني الحمد لله الله نعم علينا الإسلام، الإسلام لغة العربية، الله نعم عليك ثاني أصعب لغة في العالم، تروح تتعلم أخص لغة في العالم الإنجليزي، ندري إيش المشكلة إنه الحين دخلت الإنجليزي في كل شيء، في شتى بقاع الأرض صارت إنجليزي، فأنت مجبر إنك تتعلمها، وبالنسبة بحكم إنك عربي أنت لازم أصلاً سهل إنك تتعلم أكثر من لغة، هذا لو يدري إن ندرس لغتنا 12 سنة. صدق يا اخي والله العظيم ذبحتونا 12 سنه من اولى الثاني ثانوي الثالث ثانوي وانت تدرس بس لغتي بس لغتي بس لغتي. ما هي لغتنا اصلا. اوكي علمونا على القلقله، علمونا على الاحكام التجويد صح، تقول لي اعرف ما تحته خط، اقوم اعرب راسك. طب بدل ما تدخل لوحده ما تعرفهاش على الخاص وتقول لها انا حاسس انك حزينه، يا اخي ما تشوف الحزينه اللي قاعده معاك الاول يا حساس يا حنين. وعلى فكرة منار اللي انت بتكلمها دي تبقى انا اكاونت فيك. ما كنتش اعرف يا اخويا انك حنين قوي كده مع الاغراب. صار شفته مليون مرة المقطع وكل مرة يعجبني. جالك في عيونه في مخه الحين كيف صار في الموضوع. شكل هذه اخر مرة لهنا في التخذة. عتشق وشق يا اخي. في ناس انا اكتشفت انه في ناس تسوي مغالب ازواجها. جوكم انا والله ما قاعد اقصد احد، بس يا اخي طيب افرضي انه وقع في المقلب وش بتسوين؟ ها طلقني ما طلقني، طلق الجوز غير شيء ما فرقت معاه الزمن، ما فرقت معاه دام بي مصاري ما فرقت اي معاه. اقسم بالله يا هلاي في وجهها. شوف يا عيال طبعا البنات يا عيال يا ان تجيك مواقف في سواقة البنات. هذيك المرة يا اخي الطريق لي انا، لا هي بتاخذه، في واحدة كانت تاخذ يمين على الاشارة، اليمين مفتوح دايم اوكي، هي جت مسرعة عشان تلحق الاشارة الخضراء وتلف يمين. ذكرتوني بحواتي رحمة الله عليها. شوف استغفر الله العظيم، انا ما احب اي بنت تسوق حرفيا، مستحيل بكره اخلي بناتي او زوجتي تسوق. قال انا من انا بالنسبه لي انا ما اخذ، انا امل على هذا قانون دولي، هذا عشان تصير تنميه مستدامه. انا قاعد ادرس الدراسه والقانون على عيني وراسي، بس انا بالنسبه لي انا مستحيل اخلي زوجتي تسوق. ريحتها ذبانه معرقه، طعمها استاذ رياضيات، طعمها مسلسل كويتي، طعمها لحيه بنات، طعمها اظافر نمله. طبعا هذا قاعد يقلد. عزيزي يا ليل، عزيزي يا ليل، صدقوني مع احد راح يصير زيي ابدا ابدا ابدا. اوكي ف
فإلى هنا قصت الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في القناة عشان تستفيدوا عليه كامل تابعوني على سناب بعد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما إذا كان إن شاء الله مقطع عجبكم، إذا عجبكم حطوا لايك وسلام عليكم.